طالع طالع الشيخ احمد بن محمد بن فهد المسي
عن نفسه وعن أصحابها عن ناصر بن أحمد، وأقر صابر على نفسه بأنهم حق على محمد بن بدر بن خالد، عنهم الشيخ محمد بن عمير محمد وجزاري والشيخ ناجي بن صالح بن شيرين، والتحكيم فيما حصل من عيال آل ناصر بن أحمد المسلم في مقتل غريمهم صالح بن علي بن محسن اليوبي في حيار وديارها محمد بن بدر، ومشرم ما حكموا به المشايخ أعلاه، وعلى توقيع الشيخ أحمد بن محمد بن فرج النسي، وحضر مشهد الشيخ صالح بن علي الجربوع النسي، وكتب وشهد أحمد محمد بن صالح بن شليل، كما قدم الشيخ أحمد محمد بن فرج النسي الضمير فيما حكموا به المشايخ عليه، والضمير الشيخ صالح بن علي الجربوع، وصادر على نفسه الشيخ صالح بن علي الجربوع بأنه مشرف ومنفذ ما حكموا به المشايخ، وعليه توقيع المضمن والضمير المورخ في 9/7/2019، وتأخير الحكم في القضية بسببه من تاريخ 8/5/2019 إلى تاريخ 9/7/2019 كان التأخير من جانب النسيين لأسباب لا نعرفها، ومن كان السبب في التأخير أما من تاريخ 9/7 إلى تاريخ 10/10/2019 كان السبب من جانبنا نحن أصحاب المدني بحكم أن الشيخ محمد ابن عمير وزان في الإمارات، وعلى كل حصل خير واليوم أفضل من الأمس من أجل أن تهدى النفوس من جانب الطرفين ويسود القضية والتسامح والإخاء، وكل شيء يحصل للحلول عندما تهدى النفوس، وعلى ما تقدم نصل حكمنا هي القضية وبالله التوفيق. 1. أنا حاكم على أحمد بن محمد بن فرج النسي المحتكم على عياله الناصر بن أحمد المسيح فيما أحدثوه في حيار وديار محمد بن بدر أهل الأجزاء في قتل وإصابات وهجر الخيار والدير بديه والديه 3,500,000 ريال يمني بالمحدش، وهو 38,500,000 ريال يمني. 2. أنا حاكم على أحمد بن محمد بن فرج النسي المحتكم على عيال آل ناصر بن أحمد النسيين بديمة السيارات الغازية ب6,000,000 ريال يمني، يضاف المبلغ إلى المحكوم به في البند الأول في الهدم والحيل والجر. 3. أنا حاكم على أحمد محمد بن فرج النسي المحتكم على عياله الناصر وأحمد النسي فيما أحدثوه في حيل وديارها محمد بن بدر والوزان من قتل وإصابات ب2,500,000 ريال يمني، قيمة السلاح حق الغزاة أو تسليم 7 القطع المستخدمة في القتل، ويضاف المبلغ إلى الفقرات الأولى من الحكم، وبذلك يصبح المبلغ المحكوم به 47,000,000 ريال يمني، يخصم من المحكوم سيف المتعيب وهو 15,666,000 ريال يمني، أيضا يخصم من بعد الثلث تصفية النقد وهو 8,334,000 ريال يمني، إجمالي الخصم 24,000,000 ريال يمني، وكان صافي الحكم 23,000,000 ريال يمني. كذلك يؤجل من صافي الحكم إلى وقت الطلب وهو 11,500,000 ريال يمني، الباقي يدفع على 3 أقساط وهو 11,500,000 ريال يمني، القسط الأول بعد 20 يوم من صدور الحكم وهو 3,500,000، والقسط الثاني 3,500,000 ريال يمني بعد 3 أشهر، والقسط الأخير بعد 7 أشهر وهو 5,500,000 ريال يمني. هذا ما حكم به الشيخ محمد بن عمير محمد بن زين الحافي إلى وجه الكثير الشيخ صالح بن علي بن جربوع النسي، صدر هذا الحكم بتاريخ 10/10/2019، وكتب هذا الحكم ناجي بن أحمد بن صالح بن شريف. سامح.